يقال عنه بعض السلف رحمة الله عليهم يقولون لو لم نقله لسحرتنا يهود. سبحان الله، من أعظم الأذكار التي تحمي الإنسان من السحر والعين وظلم العباد: أعوذ بوجه الله الكريم وأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر في الأرض ولا في السماء، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. تخيل، ما تركت أحدا. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. كعب الأحبار رحمة الله عليه، وهو من اليهود في الأصل، قال لو لم أقل هذا الذكر في يومي وليلتي لسحرتني اليهود. كانوا حاقدين عليه لأنه أسلم ونفع الله به الأمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. يعني كان يقول لو لم أقل هذا الذكر لسحرتني اليهود.